حطيت زبدة تقريبا ربع أصبع، حطيت بصل وحمست، وبعدين قاعد أقلب البطاط ياخذ طعم. حطيت زنجبيل مدقوق وجزر وبطاطس، مثل ما شايفين البطاطس بيعطيها قوام كريمي جميل. ننتظر بس تخلص، طبعا هذا بينسلق بروحه. بصب عليه ماي سلق الدجاج، يعني ماي مرقة الدجاج، مرقة الدجاج عندي جاهزة بصبها عليه، بس بعد ما ينحمس خليه يطبخ. إذا جهز القرع عندنا من الفرن أحطه معاه وأخلطهم، يكونون هذول استووا، أخلطهم بالخلاط والثوم بعد اللي حاطته بالفرن، أخلطهم بالخلاط وبعدين عاد نكمل. شكل الوكل بدأ يداهمني كما هو واضح. ريحته تجنن. ما زلت أحمس عشان أبي ياخذ طعم الزبدة، بس عشان التوت تحبها ولا كان غشيت وسويت عدس سريع. كريمة طبخ